ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه ده افضل جزء من الصلاه المسجد والسلام. النبوي. وخلي بالك ده كان زمان شارع، وبعدين دلوقتي بقى جزء من المسجد النبوي. وهنا في باب يطلع على جوه المسجد الروضه، صح كده، وده بيت مين؟ ستنا عائشه. طيب الناس جايه بقى كده، الناس جايه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بالظبط. هتلاقي هنا فتحه، وهتلاقي هنا فتحه، وهتلاقي هنا فتحه بس كبيره شويه، وبعدين هتلاقي هنا فتحه وهنا فتحه، وبعدين خلاص بقى في الاخر كويس. ولما تمشي كده على طول تطلع بره المسجد. ايه بقى الفتحات دي؟ الاتنين دول ده حته من بيوت النبي، بس الناس ساعات بتقف هنا تسلم على النبي. هنا ده هنا مش النبي، النبي فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي او النبي مدفون لا فين؟ انا عارف ان هو جوه وفي غرفه وجوه، في غرفه بس مش هنا. هنا اهو، هنا عشان كده دي كبيره. طب هنا بالظبط لما تقف هنا قدام، هنا انت قدام النبي صلى الله عليه وسلم بالظبط. فده فاللوحه دي انا بحبها جدا جدا. مين ما يحبش اللوحه يا دكتور؟ وما يحبش اللي في اللوحه كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس يا سيدي يلا نقعد بقى احكي لنا، وتقول لي انت عايزني في ايه، وتسالني زي ما انت عايز. يلا بينا يلا بينا. شفت اللوحه اللي انا فرجتك عليها؟ احلى حاجه يا دكتور. اما لوحه جميله بشكل. انا اللوحه دي عندي بقى لها 16 سنه. 16 سنه؟ وكل ما اعدي في الصالون احب ابص عليها، ولما يجي حد يزورني في بيتي ويقول لي نتصور مع بعض وقاعدين في حته بعيده اقول له لا تعالى نتصور عند اللوحه. بحبها جدا.